السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في هذا المؤتمر الصحفي الذي يعقد اليوم لإعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2024. بداية، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه البالغ وحرصه الشديد على الارتقاء بالعملية التعليمية في مصر لبناء الشخصية المصرية. كما أتوجه بالشكر إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق وفريق العمل على ما قدموه من جهود مخلصة خلال الفترة السابقة وصولاً لهذا اليوم. كما أتوجه بتحية تقدير واحترام لكل أسرة مصرية تحملت الكثير لمساندة أبنائنا وبناتنا خلال فترة دراستهم، وأتقدم بخالص التهنئة لأبناء الطلاب الناجحين على تفوقهم، وأدعوهم لبذل مزيد من الجهد في حياتهم المقبلة بإذن الله. السيدات والسادة، الحضور الكريم، أؤمن تماماً أن العمل المشترك مع مثلث العملية التعليمية المعلم الطالب ولي الأمر هو السبيل الأمثل لتحقيق الارتقاء المنشود بملف التعليم في مصر، وهو ما سنعمل عليه خلال الفترة القادمة بإذن الله.